اول حاجه عندي هنا ايه؟ عندي الكوسه، طبعا ما هو شيخ المحاشي يعني كوسه يا جماعه. الكوسه هنا طبعا متقلمه ومتقوره، اهي كوسه متقلمه ومتقوره، خلاص. طيب عندي هنا ايه بقى؟ تلت كيلو لحمه مفرومه، بس تلت كيلو لحمه مفرومه، مش عايزه اكتر من كده. عندي بقى بصل مفروم، ثوم مفروم، وعندي ملح وفلفل اسود وبابريكا ورشه قرفه وجوز الطيب وحبهان مطحون، 7 بهارات. زي ما قلت لكم المحشي ده شيخ المحاشي مش هنعمله مرقه كده وخلاص، لا احنا هنسويه في صوص اللبن. صوص اللبن ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 كوبايات لبن او ممكن اكتر، مع كوبايه طحينه، مع كوبايه ميه بارده، مع ملح وفلفل اسود ونعناع جاف، وفي الاخر خالص هروح طشاها بشويه زيت زيتون، ثوم مفروم، وشويه كزبره. وحلاوه الاكله دي عندنا هنا كوسه ولحمه مفرومه وصوص، تفتكروا تتقدم مع ايه؟ مع شويه رز، يا اما رز بالشعريه يا اما رز ابيض. نقول تاني المقادير، يلا بينا. عندي هنا شيخ المحاشي او كوسه باللبن، عباره عن ايه؟ عباره عن كيلو كوسه متقور متقلم، تلت كيلو لحمه مفرومه، عايزه تزودي يا ستي اكتر من كده انت حره. وبعدين عندي هنا بصل مفروم، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود وبابريكا ورشه قرفه وجوز الطيب، حبهان مطحون، 7 بهارات، وبسويه في صوص من اللبن عباره عن لبن وطحينه، وكمان بحط عليه ميه، ملح وفلفل اسود، نعناع جاف، وللطشه شويه زيت زيتون، شويه ثوم مفروم وكزبره، واخر حاجه بقدمها الرز الابيض تحتها، وبنزل كل ده عليها. وصفة يا جماعة لو جربتوها انتوا هتعتمدوها بشكل كبير، خصوصا لما يكون جاي لكم ضيوف وعايزين تأكلوهم حاجة مختلفة. دايما بنبقى عايزين دايما نعمل أكل حلو ومميز ومختلف، مش تقليدي، وكمان يكون غير مكلف. الوصفة دي غير مكلفة. طيب أول حاجة بقى هعملها إن أنا أول حاجة هشوح عندي أو هعصج عندي اللحمة المفرومة، وكمان هقلي الكوسه بالظبط كده. طيب طبعا يعني طريقه تشويحه اللحمه المفرومه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. بصوا الاكله دي حلاوتها انها تتعمل بزيت الزيتون. طبعا احنا عارفين اكل الشوام، يعني لبنان، سوريا، المغرب، كل الناحيه دي بيحبوا جدا ان هم يعملوا الاكل بزيت زيتون، فالاكله دي اصلها زيت زيتون، لكن احنا طبعا نقدر نحط زبده، نقدر نحط سمنه، براحتكم خالص. طيب وبعدين هروح حط بقى عندي هنا، انا هروح اجيب معلقه خشب، تعرفين عز الخشب قوي. يلا جبت 2 علشان على طول احط هنا اللحمه المفرومه، تلت كيلو يا فيفا مش قليل، ما احنا عندنا بصل صح. وبعدين الكوسه لما بتتقور انا مش بقورها قوي، الكوسه لما بتتقور بصوا يا دوبك كده، يعني عارفين بشيل اللوب بتاعها يا دوبك، مش بقورها قوي، فمش هتاخد معايا كميه كبيره. والكوسه ما بتتحشيش قوي، مش هتاخد معايا كميه كبيره خلاص، فهتكفي. لكن عايزه تزودي عن التلت طبعا دي حاجه ترجع لك، مفيش اي مشكله، عايزه تزودي عن التلت اوكي تمام. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الكوسه دي واحطها كمان في الزيت. اذا انا بعمل ايه؟ بشوح الكوسه او شبه بسويها قبل ما احشيها بالطريقه دي، وطبعا كمان ببهرها. دايما بقول الكوسه مظلومه معانا. ليه مظلومه معانا؟ الكوسه كل اللي محتاجاه يا جماعه شويه بهارات وتوابل وتبقى زي الفل. يعني اللي هحطه هنا هحطه هنا حبهان هنا، وهحط حبهان هنا، اللي بقول لكم اللي هحطه هنا هحطه هنا. يلا عندي هنا ادي رشه من كل التوابل بتاعتي، وادي هنا كمان رشه قرفه بسيطه، وادي هنا رشه قرفه بسيطه. عايزي انا ببهر عندي هنا ايه؟ اللحمه المفرومه، وزي ما بحط هنا هحط هنا علشان ما تبقاش حاجة مظلومة معايا، مش واخدة حقها خلاص. طيب اعمل ايه بقى؟ اجيب بقية البهارات بتاعتي اللي هي هنا ملح، نشيل دي علشان ايه عمالة تاخد البهارات بتاعتي، وكمان هنا رشة ملح. زي ما بقولكوا الكوسة فقيرة جدا، هي عبارة عن انها مية، الكوسة دي عبارة عن انها
ميه، تكوينها الكبير ميه، فالميه ملهاش طعم. بصوا بهرتها ازاي، كل هتحطيه هنا هتحطيه هنا. نقلب دي بقى، خلاص اللحمه المفرومه عندنا تاخد لون، نحس انها اتشمعت او من كل الجوانب استوت. اروح احط عليها البصل. وهنا كمان ادي بقى تقليبه وشوحي واستمتعي بطعمها وريحتها. عايزه زبده سنتين، هو شبه بقليها مش بشوحها، بس شبه بسويها يعني اهي. مع البهارات بقى هتطعم من بره، مع الحشوه تطعم لي من جوه. وصفه سهله قوي وهتعجبكم جدا. انا عايزه احط كمان توم هنا، وعايزه احط كمان كام فص توم هنا، ينزلوا برضو يدوني طعم مع الكوسه. وهنا كمان حطيت كام فص توم وقلب. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هسيب الاتنين على النار كده، وتعالوا نعمل ايه صوص اللبن علشان نقفلها على طول ونخلص منها، ما اخدتش وقت معايا وحلوه قوي. يلا نعمل صوص اللبن بتاعنا اللي هو عباره عن ايه. بصوا انا ما بحطش لا ليمون ولا خل على اللبن والطحينه علشان ما يخرصش معايا اللبن. احط اللبن، ثلاث كوبايات او اكتر حسب كميه الكوسه بتاعتي. في ناس بتكتفي باللبن بس، وفي ناس بتحط زبادي، براحتكم. انا بقى النهارده هحط طحينه بس كده. طبعا طحينه بتدي طعم رهيب مع اللبن. وكمان هحط كام فص ثوم، وبعدين هخلي الثوم عشان لسه عايزاه تاني. وعندي هنا كمان نعناع، واقلب بقى، واجيب كمان كوبايه ميه واضيفها. تمام كده، عشان نؤدي تقليبه للكوسه. وادي كمان تقليبه للحمه المفرومه. بس كده، واروح اجيب الويسك عشان اقلب عندي هنا الصوص اللبن. يلا، وطبعا ملح وفلفل اسود كالمعتاد. ادي الملح، ادي الفلفل الاسود. شفتوا السهوله؟ وانا كده خلصت. يا دوبك بس هعمل ايه؟ هحشي الكوسه باللحمه المفرومه وبس كده. الكوسه طبعا اساسا تتاكل دلوقتي حاف من شويه البهارات والتوابل اللي احنا حطيناها عليها مع شويه زيت الزيتون، ادينا لها طبعا طعم حلو جدا. ممكن كمان الكوسه، انتوا عارفين تحب النعناع قوي، فممكن احط رشه نعناع كمان. الكوسه تعشق النعناع، تعشق الثوم. الله، بصوا بقى لونها لما تحطوها بقى في اللبن ده كمان. انتوا متخيلين كل البهارات دي تنزل معايا في اللبن؟ متخيلين الصوص بقى هيبقى عامل ازاي؟ تحفه، انا بعشقها الوصفه دي، ما بتاخدش وقت. وعلى فكره تقوير الكوسه سكوتو ده، انا كنت افشل واحده ممكن تقور كوسه، كنت بجد فاشله جدا يعني. يا دوب كنت احط المقور، عارفين اللي هو لا. بعدين عشان الحاجه ام الاختراع، فبقيت بقورها بالمعلقه. تقولوا لي ازاي وهي صغننه كده؟ استنى اجيب لكم كوسايه، بس هي متقوره برضو يعني. اهي كده، بصوا بقيت بعمل ايه. بجيب الكوسه وبظهر المعلقه كده، اي ظهر معلقه بس تكون صغننه عشان ما تقطعهاش. واعمل كده 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 كده،
وعايزه اقول لكم سهله جدا وخلاص كده 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 في ثواني معدوده بكون مقوره اي كميه انا عايزاها. اهي بتوصل لحد الاخر. معلقه ظهر المعلقه. عايزه اقول لكم اول ما اخترعت الفكره دي كانت ليا صديقه مسافره بره، تقول لي يا فيفا انت مش متخيله انا كان نفسي في المحشي جدا وعمال اقول طب انا هقوره ازاي، نسيت اجيب مقوار من مصر، كانت مهاجره يعني. فبتقول لي جبت بقى الكوسه وحشيتها وبصي وعشت يعني ودعت لي. فالحاجه ام الاختراع. وبعدين من ساعتها بقى خلاص الكوسه دي بقت بالنسبه لي اسهل محشي، وانا اصلا بحب الكوسه يعني حاجه غريبه بس انا بحب الكوسه جدا، يعني الكوسه بالنسبه لي من احلى المحاشي بس تتعمل صح، تتعمل صح علشان الكوسه زي ما بقول لكم فقيره 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 في طعمها. انا كده خلاص سويت اللحمه المفرومه وسويت عندي ايه الكوسه، هشيل الاثنين من على النار. تمام يلا نشيلهم من على النار ونجيبهم هنا، وهحط بقى الحله بتاعتي. هحط الحله بتاعتي واحط اللبن والطحينه او صوص اللبن اللي احنا عملناه. نحطه بقى هنا. تمام وهمسك بقى ايه الكوسه واحشيها بمعلقه صغننه كده وناكلها. اشيل الحاجات دي كلها بس واروق الدنيا وناكلها. ازاي بقى اقول لكم حالا. يلا اهي كده، واروح حاطه فيها اللحمه المفرومه بالشكل ده اهي. الروايح هنا رهيبه. خلاص بصوا بعملها ازاي. طبعا تقدروا تسيبوا الحاجه تبرد وبعدين تعملوا اللي انا بعمله ده، بس انا ما عنديش يعني وقت اسيب الحاجه تبرد، فانا على طول بشتغل. وطبعا مفيش حاجه بتقعد تانية، بلبس اهو الجوانتي وبحشيها اهي. وبعدين بعمل ايه اسقطي على طول هنا على طول كده. شوفي مش بقول لك ما تاخدش وقت اهو. اللحمه المفرومه بحطها بالشكل ده وبدخلها بظهر المعلقه اهو بس كده. تمام واروح حطاها فين في صوص اللبن. تعالوا بقى اخلص كل الكوسه اللي عندي ونرجع نشوف هنقدمها ازاي كمان. استنونا. بص مجرد ما حشيت بسقط احشي اسقط احشي اسقط، مش عايزه اقول لكم ريحتها خطيره ازاي، ما بالكم بقى طعمها. اللحمه المفرومه يا جماعه كفت ووفت، عشان انا كمان ما عملتش الكيلو كله عشان الطاسه، ففوت كمان لحمه مفرومه، اذا تلت كيلو بجد هيكفيكوا جدا في الوصفه دي. طيب خلص شيخ المحاشي الرهيب، ابدا بقى اقدمه على رز ابيض بالصوص بتاعه. بصوا يا جماعه انا سبته على النار بس اول ما بدا يبقبق الطحينه بتتقل معايا، هو ده اللي انا عايزاه. ممكن ما نحطش طحينه ونحط ايه زبادي مع اللبن، بس برضو شرط ان الحاجتين دول يتقلبوا حلو اي مع بعض. ونصيحه مني ما تحطوش ابدا لا ليمون ولا خل علشان اللبن ما يقطعش منكم. في مره حطيت ليمون او ليمون، مش عايزه اقول لكم اللبن حتحت مني كده وكان شكله مش احلى حاجه. طعمه حلو بس شكله مش احلى حاجه. فانا من ساعتها بقيت بعمل شيخ المحاشي ما بحطش ليمون اهو ولا خل، مش محتاج. شايفين بقى ونزله بقى الصوص ده كده اهو، كل واحد ياخد في طبقه بقى صوص الطحينه او صوص اللبن بشويه الطحينه، فارقين جدا في الطعم. عايزه اقول لكم هي غامقه بالبهارات اللي احنا حاطينها علشان مطعمينها بس كده. اخر حاجه هعملها هي الطشه، الطشه هعملها تنزل على كل ده بقى. مش عايزه اقول لكم ايه الحلاوه. الطشه دي بتاعتي عباره عن ايه، عن شويه زيت واحط فيهم شويه ثوم حلوين
وكزبرة خضراء كده. عارفين عايزة ايه؟ اخلي ريحة الكزبرة تطلع مع التوم. ما بحمرش التوم، بس اول ما ريحتهم بتطلع ماشي اروح اطشهم. عايزين شوية زيت تاني كده حلوين. ناشفة اهي. الله، مش عايزه اقول لكم انا بحب ريحه الثوم والكزبره ده جدا. الكزبره يا جماعه الخضراء تختلف تماما عن الكزبره. الكزبره الناشفه ماليش فيها قوي، يعني احطها في حاجات نادره، يعني الكفته اللي احنا كنا عاملينها يوم الاحد احطها، كفته العربيات الرهيبه احطها، احطها مثلا في تتبيله الكبده، لكن احطها في الحاجات دي لا. الكزبره الجافه احطها مثلا في، انتوا عارفين الملوخيه نو واي ان انا اعملها احط فيها كزبره، احطها مثلا في تقليه قلقاس مستحيل. بصوا الكزبره بالنسبه لي لا، تدخل في التتبيلات حاجه بسيطه، لكن طبعا كل واحد وذوقه في الاكل. هسيبها بقى بس ريحتها تطلع واروح منزلاها على طول عندي هنا، وتبقى الاكله الرهيبه دي شيخ المحاشي خلصت معايا. تعالوا نقدمها هناك، وبعدين في الاخر الله بصوا بتلت كيلو لحمة مفرومة عملنا طبق بأمانة ما قادرة أشيله. بتلت كيلو لحمة مفرومة وكيلو كوسة وشوية رز أبيض، طبق مش قادرة أشيله صدقوني، تقيل ومحترم.